أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 22 مدنيا وجرح آخرون بقصف جوي على مدينة وبلدة قريتين شرقي دير الزور الخاضعة لاحتلال تنظيم داعش. وقال ناشطون إن طائرات حربية يرجح أنها روسية قصفت بلدة خشام، ما أدى لقتل 12 مدنيا وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء. قالت وسائل إعلام عراقية إنه تم فرض حظر للتجوال وتعطيل للدوام الرسمي في قضاء المقدادية في محافظة ديالى بعد هجوم انتحاري أسفر عن قتل وإصابة 9 أشخاص على الأقل. وتفيد تقارير بأن الهجوم نفذ من قبل 3 متشددين، فجر أحدهم نفسه ولا زال 2 آخران تطاردهما قوات الأمن. قالت وسائل إعلام سعودية إن معارك عنيفة اندلعت السبت بين الحوثيين والقوات السعودية على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن. ووفقا لصحيفة سبق فإن المعارك اندلعت إثر محاولات تسلل حوثية. أعلنت البحرية الليبية أنها أنقذت فجر السبت 1047 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ مدينة صبراتة غربي البلاد. وأوضحت البحرية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس أن المهاجرين كانوا على متن 8 قوارب مطاطية. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم توقيف مشتبه به ثان على ارتباط بهجوم في مترو لندن. وأوضحت الشرطة في بيان أن المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما أوقف في هانسلو في ضاحية غرب لندن بعدما كانت أوقفت في وقت سابق مشتبها به عمره 18 عاما في دوفر. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند عن قلقها من خطة الحكومة لترحيل أكثر من 40,000 من مسلمي الروهينجا وإعادتهم إلى ميانمار. وأضافت اللجنة في بيان لها أن لاجئي الروهينجا سيواجهون الاضطهاد في حال إعادتهم إلى ميانمار. قالت السلطات الفلبينية إن نحو 150 من علماء الدين الإسلامي يتعاونون معها في إطار حملة حكومية للقضاء على التطرف في جزيرة باسيلان في الجنوب. ونقلت صحيفة فلبينية عن عمدة مدينة لاميتام بجزيرة باسيلان القول إن العلماء المتعاونين مع الحكومة يحصلون على مساعدات إعاشية كمكافأة لهم. نجح باحثون أمريكيون في تطوير تكنولوجيا يمكنها أن تساعد في إعطاء الأطفال جميع لقاحات التطعيم في حقنة واحدة. ويخزن المحلول الذي يعطى للأطفال مرة واحدة اللقاح في كبسولات مجهرية تطلق إلى الجسم الجرعة الأولية ثم جرعات تعزيزية في أوقات محددة. إلى اللقاء.